تقولي حضرتك للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان خبر وفاه والدته؟ انا بعزيه من كل قلبي عشان ده حبيبي وده حمى الشعب المصري من المؤامرات اللي عملت دمرت الدول العربيه حوالينا، وهو الراجل ده ربنا بعته لمصر عشان ينجدنا في المرحله اللي فاتت واللي جايه باذن الله. حال الدنيا وربنا يجعل مثواه الجنه ان شاء الله. طبعا الله يرحمها يعني، وبغض النظر ان هو رئيس او غير رئيس هو في النهايه برضو زينا. ربنا يرحمها يا رب ويصبره. اكيد كانت ست كويسه عشان ماتت في اوقات كويسه. نقول له يجعلها اخر الاحزان. قال لا فندم، وده حال الدنيا، وربنا يرحم الجميع ويعينه ويقويه على البلد ومشاكلها، وان شاء الله ربنا معاه في اللي جاي. البقاء لله والعزاء لكل المصريين. اقول له طول العمر ليك وربنا يعزيك ويقويك ويصبرك ويخليك لمصر ويخليك لينا كلنا.